أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أود ذكر بعض الأمور. أولا، أوجه الشكر الجزيل إلى الأخ العزيز إبراهيم الجعفري لتعاونه مع وفدنا لإطلاق سراح المعتقلين، وأرجو أن يكون باباً جديداً للتعاون الشخصي بيننا، ونسأل الله أن تتوحد كل القوى الخيرة ضد كل قوى الباطل. ثانياً، أوجه الشكر إلى كل من كتب استنكار على قرار منع الحجاب وسلمه إلى مكاتبنا لتسليمها إلى سفارة هذا البلد الذي حذا حذوه دول أخرى، وهذا ما حذرنا منه، لكن انطبق هذا القول. لقد أسمعت لو ناديت حيا، لكن لا حياة لمن تنادي. ثالثا، أوجه الشكر الجزيل إلى الرئيس السوري الأخ بشار الأسد على رفضه دعوة الإرهابيين لزيارة القدس، وهذا جميل لن ننساه باعتبار أنه رفض دعوة المحتل، حيث أن الدعوة من أصحاب الدار فقط كما هو معلوم، لا كمن زارها مدعيا للسلام متجاهلا أن السلام ليس مع الإرهابيين ومبغضي السلام. رابعا، ليعلم الجميع أني لن أخضع لأي طرف من الأطراف الخارجة عن الشعب العراقي والتي لا تعيش معاناته وهي بعيدة عنه، وسيبقى الشعب العراقي مستشاري الوحيد وديني الإسلام ووطني العراق وولي الصدرين قدس الله أسرارهما، وإن اعتزلت الساحة لأسباب شرعية، ولكن يبقى قلبي معكم ونفسي وجسدي مضحي من أجلكم، ولن أترككم لا في سراء ولا ضراء، فإني إن تصديت تطبيقا لوصية السيد الوالد قدس سره، وبما أنها انتفت بصورة أو أخرى، فقد أبرأت ذمتي أمام الله وأهل بيته والسيد الوالد، وسأكون بعد ذلك متفرغا إلى أمور مهمة أخرى، وإن كان هذا الأمر قد يعرضني إلى القتل أو الاعتقال، فهذا مطلبي، وأسألكم الدعاء والفاتحة إن كنت مستحقا لها، لكن صلاة الجمعة لن أتخلى عنها ولو على رقبتي كما يعبرون. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وسيدي وعزتك وجلالك، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبن بعفوك، ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي وسيدي، إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك، فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك، فبمن يستغيث المسيئون؟ إلهي، إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك. يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلي لقاءك واحبب لقائي، واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم الحقني بصالح من مضى، واجعلني من صالح من بقي،
وخذ بي سبيل الصالحين، وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسنه، واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، وأعني على صالح ما أعطيتني، وثبتني يا رب بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد المصطفى، وعلي المرتضى، وفاطمة الزهراء، والحسن المجتبى، والحسين الشهيد بكربلاء، وعلى أئمة المسلمين علي السجاد، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد، وعلي الهادي، والحسن العسكري، والحجة القائم المنتظر، صلواتك عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طرق أسماعنا في هذا الأسبوع شيئا مهما، وبعد تكتيم بات عدة أسابيع لا يعلم خبره إلا الله والراسخون في العلم، حاله حال جميع المخططات الغربية التي لا تعلمها الشعوب إلا بعد أن تقع، وكما يقول المثل وقع الفاس بالرأس. إذن لا يفيد بعد ذلك علمنا. وعموما فإنه ما طرق أسماعنا هو القرار الأمريكي الجديد، وهو إعلانهم بأن صدام أسير حرب، وذلك لكي يعطى حقوق الأسير التي تنص عليها اتفاقية جنيف، التي لا يعلم أصلا ما هي بنودها ومن واضعها يا ترى، حيث أن واضعها ليس إلا غربيا مثلهم، أكيدا يميل أينما مالوا ويذهب أينما ذهبوا. وعموما فيمكننا مناقشة هذا القرار بما يليق، لأن هذا القرار إذا طبق فستكون نتائجه وخيمة على الشعب العراقي المتضرر وجميع الشعوب التي تضررت منه، ولتعلموا أنهم بذلك يعينوه على أفعاله التي هو كان مكلف بها منهم، ليس إلا فإن عاقبوا فيجب أن يعاقبوا أنفسهم قبل ذلك، وإن قالوا إنما هي خطة لإمساك أتباعه وأعوانه، قلنا لا يمكن جعل حزب البعث جميعه أسير حرب، فإنكم بذلك أغلقتم جميع الأبواب بوجه الشعب العراقي، وبعد ذلك لا تلوموا إلا أنفسكم ولكنكم لا تشعرون. وإن كنتم خفتم بعض المقاومة التي تقولون أنها تصدر من أتباعه، فلذا تنازلتم وقلتم أنه أسير حرب، فهذا الجبن بعينه، وهذا هو ديدنكم، فإنكم مع المسالمين حربيين ومع الحربيين مسالمين مع شديد الأسف، ولا يفوتكم هذا رجاء أكيدا، وإلا كنا من الغافلين. ولعل من أهم نتائج هذا القرار هو عدم تمكن الشعب العراقي من محاكمته على الإطلاق، لأن محاكمة أسير الحرب يجب أن تكون صادرة من أحد طرفين، أما المحاكم الدولية وهو المتعارف، وهذه المحاكم الدولية تخاف على نفسها فلا تحكم عليه إلا بما تتصور أنها سيحكم عليها لاحقا. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يبصرون، وخصوصا بعد علمنا أن هذه المحاكم تابعة لعولمة أمريكا أكيدا، ولا يتصور عكس ذلك إطلاقا. هذا أحد الاحتمالين. أما الاحتمال الثاني أو قل الطرف الثاني الذي قد تصدر منه المحاكمة، محاكمة أسير الحرب والجهة الأخرى المحاربة، فإنه يعتبر أسير بيدها، وهذا له عدة قرائن، منها أو قل أهمها أن أسير الحرب لا يعتبر دوليا ولا يحكم بمحاكم دولية ولا يحاكم بمحاكم دولية إلا إذا كانت الحرب دولية لو صح التعبير، كأن تكون بموافقة جميع الدول أو أنها بموافقة الأمم المتحدة أو ما شابه ذلك، لكن وكل هذا لا ينطبق على كلامنا. هذا
فإنهم إن قصدوا من أسير الحرب أسير الحرب الأخيرة فإنها ليست دولية أكيدة، وهذا واضح، هذا إذا سميت حربا أصلا، وسيأتي ذلك بعد قليل بعونه تعالى. وإن قصدوا منها حرب الخليج الأولى فقلنا أن الحرب زالت والجريمة زالت بعدما اجتمع قوات الإرهاب في الخيمة وزالت الأحقاد بين الطرفين، الطرف الإرهابي الأمريكي وقواده والطرف الإرهابي البعثي وقواده، فهل الاجتماع يصدق معه الحرب والأسر يا ترى؟ فإنك أما أن تتصالح وأما أن تأسر، ولم تأسر في حينها مع أنك كنت متمكن من ذلك وهذا لا يخفى. وإن قصدت الحرب الصدامية الإيرانية قلنا هذا ذنب لا يغتفر، إلا أنها ليست حرب على الإطلاق، حيث أن للحرب شروط لم يطبقها الهدام كاستعمال الأسلحة الفتاكة وذات الدمار الشامل والممنوعة دوليا. إذن فلتفرقوا بين أسير الحرب ومجرم الحرب، فإن أسير الحرب من طبق شروط الحرب ولم يعتد عليها، ومن لم يطبقها وبات تعديه كثيرا وواضحا فلا يمكن اعتباره إلا مجرما بحق الجميع. هذا وأن جميع ما فعل هو احتلال وليس حرب كما هو واضح، حيث أرادوا دخول الأراضي الإيرانية كما يعبرون كدخول الأراضي الكويتية وبمعونة أسياده، فإنهم أرادوا الدخول إلى هذه المناطق بأي صورة من الصور مع حفظ ماء وجههم، أي دخولهم مدافعين عن الشعوب ومحررين لها، وكلها أكاذيب. وهنا سؤال يطرح نفسه بنفسه كما يعبرون، لماذا هذا القرار بحق صدام دون غيره من المحاربين أو الإرهابيين كما يعبرون، أمثال أفغانستان وكوسوفو وغيرها كثير، وخصوصا بعد علمنا أن المحاكم الدولية لها الحق بالحكم على الشخص غيابيا، فهل لا حكموا على غيره بحكم مشابه لهذا الحكم؟ أكيدا لا يفعلون، ولا نريدهم أن يفعلوا ذلك، فليس من حقهم أن يقرروا مثل هذه القرارات، فمن يا ترى نصبهم حاكما أو جعل لهم الحق بإصدار مثل تلك القرارات والأحكام التافهة؟ وعموما كما تدين تدان بعوده تعالى، وكما تجحد حقوق الغير تجحد. وحسب ظني أن مثل هذا القرار إنما صدر في مثل هذا الوقت للتغطية على ما هو أهم، ألا وهو قرار من نصبته أمريكا حاكما على الحكومة العراقية، لأن العراق تكون حكومته فيدرالية بناء على طلب الأكراد مع شديد الأسف، لكن نبقى رافضين لكل دولة طائفية أو عرقية، وهذا ما تنشره إسرائيل، فإنها تريد أن تبني دولتها على حساب الآخرين وبطريقة عرقية وطائفية مقيتة. فيا إخواننا الأكراد، هل أنتم منتهون ومبتعدون عن هذه الطريقة الاستعمارية الخبيثة؟ وكفاكم ابتعادا عن إخوانكم العرب، فها هي الكثير من الدول فيها أكراد فهل انفصلوا؟ وها هو الكثير من وها هي الكثير من الدول تضم عربا فهل انفصلوا أو كونوا دولة مستقلة عن إخوانهم في البلاد؟ فكما أن دول العرب كثيرة فإن دول الأكراد كثيرة، وكما أن العرب ليس لهم دول مستقلة بهم بل هم متحدين مع إخوانهم الأكراد، فأنتم كذلك. وأرجو أن لا تسيروا بالخطط الاستعمارية قدما وأنتم لا تعلمون، وإن اتحدنا أعطيناكم جميع حقوقكم، لا تظلمون ولا تظلمون نقيرا، فقط ابعدوا عنا الاحتلال ولا تستعينوا به، بل استعينوا بإخوانكم في الحوزة العلمية أولى وأفضل، بل هو المتعين، وإلا لم تكن النتيجة إلا تنكيس العلم العراقي ووضع العلم الأمريكي بدلا عنه والعياذ بالله. وعذرا على هذه اللهجة الشديدة ضد من يرغب بهذا القرار، إلا أن الأمر يستحق مثل هذه اللهجة، وأنا أقول لكم إنكم إن رأيتم من العرب شيئا فإنكم خاطئون، فهي من صدام الهدام، فهو ليس بعربي ولا كردي ولا عراقي ولا سني ولا شيعي، بل هو إرهابي، ونحن وأنتم أنصار للسلام بعوده تعالى. هذا ونعود إلى صلب الموضوع، ألا وهو القرار بأن الهدام أسير حرب
أقول أنه ليس هناك حرب في البين، أي بين أمريكا وصدام. فهل ما وقع في الحرب الأولى حرب مع أمريكا أم مع دولة إسلامية صديقة ومسالمة وجارة عزيزة على مر الدهور؟ وما وقع ثانيا مع الجارة العزيزة الكويت، تلك الدولة المسلمة العربية المسالمة، هي حرب مع أمريكا؟ بل هي دست نفسها فيما لا يعنيها. وكذا الحرب الأخيرة لم تكن حرب إلا من طرف واحد، فإني لم أرى حرب يفر منها الجميع، يفر الجميع منها على الإطلاق، لم يبقى أي قذر من أتباعها الدام. وهو لم يكن يمتلك الدولة ولم يكن عليها رئيسا إلا بانتخابات غير شرعية ولا قانونية، ليس إلا. فأين الحرب من إزالة صدام؟ بل كان أولى لهم إزالته بإنزال أو غارة واحدة، لكنهم أرادوا قتل الشعب العراقي. فهل كانت حرب مع الشعب العراقي ضد طرفين، الأول حدام والثاني أمريكا؟ فانظر كم وقع على هذا الشعب من ظلم وكم عانى. إذن إن كانت حرب مع حدام فهي بينه وبين الشعب العراقي، وحرب طويلة المدى لم تكن مثلها حرب على الإطلاق، فهي دامت أكثر من 40 عاما كما هو معلوم. فإن اعتبر أسيرا فهو أسير للشعب العراقي وليس لأمريكا والإرهاب، فإن الإرهابي لا يكون أسيرا عند الإرهابي، وإلا اجتمع الإرهابيين وكانوا أشد خطرا. فلأنه لا يجوز أن تجعل الوقود قرب النار فتشتعل، فليحذر الجميع بعد ذلك. وهذا كله لم ولن يحدث لو كانت هناك وحدة وطنية بيننا نحن العراقيون. فلذا أكرر دعوتي إلى الشعب العراقي وقياداته أن يتحدوا لا تحت لواء الباطل وحق النقد الأمريكي، بل ذات بينهم. إذن من هنا فلنؤسس مجلسا عراقيا، ويمكن أن يسمى مجلس الشورى العراقي الأعلى، وليضم جميع الطوائف والأديان والأعراق، لا نفرق بين أحد منهم بشرط عدم التفرقة العرقية والطائفية. فكلنا عراقيون، وليس نحن أكرادا أو عربا أو مسلمين أو مسيحيين، بل نحن عراقيون ليس إلا. فهل سمعت مثل هذه الأمور الطائفية والفيدرالية في دول أخرى؟ بل الكل يطلقون على أنفسهم اسم دولتهم. وهل كنت تنادي سابقا بذلك؟ فإن قلت سابقا لم نكن أحرارا، قلنا الآن نحن محتلون، مضافا إلى أن الحرية معناها الاستقلالية والتوحد لا التفكك والانحلال والتقسيم والفيدرالية الباطلة، فلا يصوروا لكم غير ذلك رجاء. وعلى الرغم من أني أجد إرسال وفد ليس فيه النتيجة الإيجابية، إلا أني بعونه تعالى سأرسل وفدا إلى إخواننا العراقيين في شمال العراق، ولا أقول الأكراد، لكي نناقشهم في مشروعهم الذي لا ينتج منه إلا تقسيم العراق، وسألفتهم إلى ذلك إن كانوا غير ملتفتين، وهو المظنون. وأخيرا أقول على المؤمنين كافة، أو قل على العراقيين كافة، التنديد بهذين القرارين، ألا وهما تقسيم العراق وكذلك اعتبار صدام أسير حرب، وذلك بالطرق السلمية وهي المظاهرات التي تم التنسيق عليها مع إخواننا المجاهدين في فيلق بدر، وإخواننا المؤمنين في حزب الدعوة والمجلس الأعلى، لكي تكون لهم رادع ولتكون موحدة في كل محافظة على حدة، ليكون تأثيرها أكثر بعونه تعالى. وأما زمانها ففي 10:30 صباحا من يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله تعالى. وأدعو لكم بالأمن والأمان، وأن يرد عنكم كيد الكائدين ومكر الماكرين بعونه تعالى، ولا عنف رجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من يذكرك يا مقتدى واسمك على كل لسان، حدينا حب صدق لما انثبت بوجدان. مو انتم على والله، مو انتم على والله، لا والله بالايمان. الشاهد الله الشاهد، الشاهد الله الشاهد، كل من حبك نجد الدين الشاهد. الله الشاهد، كل من حبك نجد الدين الشاهد.
السلامة بشعري عذرا عذرا وان قال الكلام بشعري فحقي بعنان عشرين حسين ما حد ناصره صار النكوم سنين حسين ما حد شيء على مر العود شيعين ومن قالوا انه ما صدر اهل العدم عايدين ما ماتوا اشبال الصدر لا تذب ما ميتين ما دام في المقتدى بيت الصدر عالدين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا إلهي بين يديك يا سيدي خاضع ذليل حصير حقير لا ذو براءة فاعتذر ولا ذو قوة فانتصر ولا ذو حجة فاحتج بها ولا قائل أجترح ولم أعمل سوء فما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي ينفعني كيف وإني ذلك وكيف وأنا ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت وعملت يقينا غير ذي شك إنك سائلي من عظائم الأمور وإنك الحكم العدل الذي لا تجور وعدلك مهلكي ومن كل عدلك مهربي فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي وإن تعف عني فبحلمك وجودك وكرمك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من المكبرين لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم صل على رسولنا محمد وعلى ولينا علي وشفيعتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى إمامينا الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على سادتنا وقادتنا المعصومين السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والمهدي صلواتك عليهم أجمعين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لطالما سمعنا بأن الفرد يجب عليه أن يكون على قدر المسؤولية وأن لا يقصر أمام الله جل وعلا لا بالصغيرة ولا بالكبيرة على الإطلاق لأن هذا التقصير إذا كان عن علم وعم فقد يكون فيه بعض الأحيان تكون بعض الأحيان محرما فتكون نتائجه الأخروية وخيمة لو صح التعبير ولنأخذ مثلا دنيويا أو لعله يكون بنتائجه أخرويا كرب العائلة أو المسؤول عن العائلة فإنه لا يجوز أن يقصر أمامها لا بالصغيرة ولا بالكبيرة ولا من أي ناحية من النواحي سواء في ذلك المادية أو التربوية أو الاجتماعية أو غيرها من النواحي فإنه إذا قصر من الناحية التربوية ولم يربي أولاده على الأخلاق السامية والخلق العالي والمرتبة العلمية العالية أيضا فإنه يكون مقصرا أمام الله لأن الله أعطاه ولم يكن على قدر تلك العطية وطبعا هذا على سبيل المثال فإن هذا ينطبق على جميع الأمور بلا استثناء وسواء في الأمور الدينية أو الدنيوية أي ما هو متعلق بالآخرة أم بالدنيا على حد سواء وهذا ما شابه لما ورد مشابه لما ورد بما معناه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهذه الرعية سواء الإنسان أو الجماد
أو الحيوان لا فرق في ذلك على الإطلاق، فإنك إن امتدت شيئا فتلك أمام الله وأمام المجتمع مسؤولية يجب عليك المحافظة عليها أو عدم تلفها أو في بعض الأحيان ازدياجها أو ما شابه ذلك من الأمور، وكذلك يجب أن تستعملها في مواردها، وإلا فأنها لو تلفت في غير موردها فإنه يدخل من باب التبذير والإسراف وغيرها من العناوين المحرمة لا سامح الله. وأوضح من ذلك فإنه لو امتلكت مالا مثلا فهذه مسؤولية أخروية ودنيوية، وعليك القيام بما تستدعي تلك المسؤولية كالصرف على العائلة والإيسار عليهم والخمس والمتعلقات المالية الأخرى والمساعدة والإحسان إلى الفقراء وعدم استعماله في الحرام كالربا والتجارة المحرمة والتبذير والإسراف وغيرها عموما. فلو فرض عدم اتباعك لمثل هذه الأمور فإن تلك النعمة تزول أولا وآخرا بعونه تعالى، لأنك تستحق مثل هذا العقاب، وهو عموما أولى لك من العقاب الأخروي، فإن العقاب الدنيوي قد يكون لاغيا للعقاب الأخروي، وطبعا الدنيوي أخف أكيدا من العقاب الأخروي، وكذا العقاب الدنيوي يكون رافعا مع التوبة للآثار الوضعية أيضا، وخصوصا مع الصبر عليه وعدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى. ولقد قال تعالى في محكم كتابه العزيز: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن ومع المخصص الذي ورد في السنة الشريفة: ولو بالمعنى بالشكر تدوم النعم، فإن أول أمر تستدعيه المسؤولية هو الشكر على تلك النعمة، وإذا شكرت فقد وعدك الله بدوام النعمة ومن ثم ازديادها، فهو أرحم الراحمين جل جلاله. ولتعلم أنه ما من شيء من الأشياء التي حولك من خير أو مما تعتبره شرا ورحمة من الله جل وعلا، فإن الشر شر بنظرك وقد يكون في علم أو عالم الواقع خير لك وأنت تجهل ذلك لعلمك وعقلك القاصرين، حيث وفوق كل ذي علم عليم، وكما ورد في الدعاء: ولعل الذي أبطأ عني وخير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فقد يكون الإبطاء خير لك وإن التعجيل عاقبة أمره ليست في صالحك. وعموما فقد وردت الحكمة: ليس في الإمكان خير مما كان، فإن الذي يأتي من الله هو الخير كله، ولا يمكن صدور الشر منه جل جلاله. قد سمعت عن السيد الوارث قدس سره أن أحد علماء الأخلاق أو الباطن كان يجيب حينما يسأل عن صحته مثلا بأنه بأفضل النعم، وإن كان مريضا أو عليلا أو مبتلى بأي بلاء دنيوي أو حتى أخروي أو باطني عموما. وكان سيد الوالد قدس سره يردد كلمة كثيرا اعترافا منه بأنعم الله وفضله، حيث كان يقول في أغلب أفعاله وأعماله: يا منان، والمنة هي النعمة، والنعمة هي الرحمة، والرحمة تحتاج إلى الاعتراف بها. وذلك كان اعترافا منه مضافا إلى شكرها. وقد سمعت منه أنه يجب أن يعترف أي شخص بالمنة قلبا ولسانا وليس قلقلة لسان فقط كما يعبرون. ولتعلم أن الشكر له مراتب وأنواع لو صح التعبير، وأدناها هو الشكر اللساني وأضعفه أيضا، فلعلك تقول ذلك ولم تقصد منه إلا الرياء والسمعة، وكلاهما ماحي للأعمال الصالحة. أما الشكر القلبي فلا يمكن الرياء به، وهو أيضا يوصلك إلى أمر مهم جدا وهو تطبيق الشكر بالواقع. ولنضرب مثلا دنيويا لذلك أيضا ليكون ذلك واضحا في أذهانكم أيها الأخوة الأعزاء إن شاء الله تعالى. فنقول: إذا أحسن لك شخص بإحسان معتد به، كأن يكون أنقذك من حرق أو غرق، أي أنه أنقذ حياتك لو صح التعبير، فإنك ستقول له مضافا إلى كلمة الشكر والمدح: إن هذا جميل لن أنساه طوال حياتي. وخصوصا إذا كان إنقاذه لا عن دافع منحط ودنيوي.
أي أن رد الجميل احتيج أولا إلى الشكر اللساني والقلبي أيضا، وخصوصا مع فرض الإخلاص في العمل من الطرف المنقذ، ولم يطلب مقابلا دنيويا مثلا، فإنه يحتاج إلى أمر آخر وهو تطبيق الشكر اللساني والقلبي، وذلك بعمل جميل أزاءه، فإن كان ذلك مؤاتيا فورا فتأتي به فورا، وإلا فعلى الفرص كما يعبرون. فكذلك أنعم الله عز وجل، ولا تقول بأن هذا قياس، بل هو مجرد مثال للتوضيح ليس إلا، وإلا لا يمكن قياس الجميل الإلهي على غيره على الإطلاق. فلذا يجب عليك بعد أن وسعتك رحمة الله التي وسعت كل شيء أن تكون على قدر مسؤولية الرحمة، وهي شكرها اللساني والقلبي مضافا إلى الفعل والتطبيق، وهو أعلى من كلا السابقين اللساني والقلبي، وأوضعها التسبيح والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الإحسان إلى الغير وما شابه ذلك من الأعمال الصالحة. ولتلتفت إلى أمر آخر مهم أيضا، وخصوصا بعدما قلنا أنه لا يمكن القياس بين النعمة الإلهية وغيرها، فإن ذلك أول اختلاف، وهو أن نعمة الله وسعت كل شيء، وأنها تأتي في محلها دائما، وإلا هم. والأهم من ذلك كله أن شكرها على قدرها، وبما أن نعمة الله لا تنفذ فإن الشكر يجب أن لا ينفذ حال وحال النعمة، فإن الشكر لا ينفذ إلا بزوال النعمة، وزوالها محال. وقد قلنا أن جميع ما حولك عبارة عن نعم لا تحصى. ولتلحظ أن إيمانك بالله ورسوله وأوليائه هي نعمة لك ويجب شكرها، ولا يقال بعد ذلك أن الله محتاج إلى الشكر مثلا، لا، هو غني عن العالمين، ليس محتاج لأحد ولا بقدر أقل من القليل نفسه، بل أنت والكون كله محتاج إليه، بل لا يمكن البقاء من دونه، دون رحمته ونوره وفي وضاته وإشعاع رحمته. فيجب عليك أن تكون شاكرا لأنعم الله في كل خطوة وفي كل لقمة وفي كل شربة ماء، وخصوصا بعد أن تنظر أنك الآن آكل من رزقه، من رزق الله، وسائر في رزقه، وشارب كذلك. انظر أنه قادر على سلب تلك النعمة، فلو سلبها فماذا ستفعل؟ فإنه لو سلبها وشكرته بعد ذلك سيكون ذلك أقل مما لو أنك شكرته أولا أو قبل زوال النعمة المشروط بقائها بالشكر وزيادتها كذلك كما تقدم. ثم إني أنصحكم عموما، حينما تريدون شكر النعمة لا تطلبوا ولا تقصدوا من ذلك إلا رد الجميل، إلا رد الجميل، ولا تطلبوا بلسانكم ولا بقلبكم مقابلا لها، فتكون خالصة لله جل وعلا، وستكون على أعلى مرتبة من التي قصدتم وأردتم بها مقابلة، سواء في ذلك المقابل الدنيوي أو الأخروي على حد سواء. وإن لن تستطيعوا أو قل إن كان ولا بد من المقابل، فاطلبوا طلبا أخرويا كهدايتكم وصلاحكم وتكاملكم، ولا تكون غاياتكم دنيوية فتفنى بفنائكم كما قلنا وأشرنا إليه سابقا. أما الأمور الأخروية تبقى حتى بعد الممات وفي الحياة بلا فرق في ذلك، لأن الآخرة دار بقاء لا دار فناء، فلا تفنى حتى طلباتك بحول الله وقوته. ويمكن القول أن التفكر درجة من درجات الشكر، ولو نتيجة، أي أنك إذا فكرت بما حولك ومنها نعم الله وأفضاله فستكون ملتفتا إلى شكرها ومسؤوليتها، فلا تكون متهاونا. أما إذا نسيت أو تناسيت النعم فستتناسى الشكر أكيدا، وستخسر الدنيا قبل الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.